في الفقرة دي حضرات هنتكلم شوية بقى باستفاضة عن رياضة الدارتس، وهي واحدة من الألعاب أو الرياضات اللي ليها فوائد مش بس بدنية ولكن بطبيعة الحال ذهنية وعقلية. هنتعرف أكتر على هذه الرياضة وعلى تفاصيلها، إلى جانب كمان إن احنا عايزين نتكلم شوية عن أهمية ممارسة الرياضة بشكل عام وللمرأة بصفة خاصة. أنا منوراني ومشرفاني بلدياتي وهي صديقة عزيزة جدا، هبة عبد العزيز، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للدارتس. صباح الفل عليك يا هبة. صباح الفل يا كريم، منورة الدنيا ومنورة 10 الصبح في الأهلي. ميرسي جدا، مبسوطة بجد إن شفتك يعني بعد فترة طويلة جدا، بقى لنا فترة ما تقابلناش. والله زمان ليكي وحشة كبيرة. والله زمان بلدياتي. الدنيا عاملة معاك إيه؟ ماشي الحال؟ كله حلو جدا زي الفل الحمد لله. هبة حضرات من الناس اللي هي متعددة النشاطات، يعني بسم الله ما شاء الله في كل الأماكن في كل التوقيتات، وبتعمل كل الحاجات اللي ممكن حضراتكم تتخيلها، لدرجة ان انا استغربت ان انت لقيتي عندك الوقت ان انت تبقي ضمن اعضاء مجلس ادارة الاتحاد المصري للدارتس. يعني بص، الدارتس حاليا يعني حاليا بجد يعني من الرياضات الحمد لله الحمد لله في مصر، رغم ان هو اتحاد ناشئ الا انه محقق نجاحات كويسه جدا. وخلينا نقول للناس اللي يعني ما تعرفش عن رياضه الدارتس، لانه اتفاجئت بحاجه الحقيقه كريم، يعني من بعد ما انضميت للاتحاد الحقيقه، انه ناس كتيره جدا او معظم الناس عارفه رياضه الدارتس لكن مش عارفه اسمها. أيوة. يعني يقول لك اللي هو مش بس عارفينها، ده عارفينها وبيمارسوها بالظبط، وموجوده تقريبا في كل بيت، موجوده في المدارس، موجوده في الكافيهات، موجوده في وبتهم كل الفئات العمريه على فكره، صغيرين وكبار. ما انا لسه كنت هكلمك في الموضوع ده، لانه اولا الرياضه مش مرتبطه بسن معين ولا فئه عمريه، مش مرتبطه برجل او امراه، مش مرتبطه بعرف بحاجات كتير من المقاييس اللي هي بتبقى موجوده في بعض الرياضات. لا، انت ممكن تمارسها في اي سن، ممكن تمارسها في اي وقت. زي ما قلت يمكن كمان في المقدمه الجميل جدا فيها انه بس هي مش رياضه بدنيه، لا دي رياضه ذهنيه كمان، وبتنمي مهارات خاصه بالعقل. فدي حاجه مهمه جدا، ومهمه كمان للفئه العمريه اللي هي 12 13 14. والاهم في الحاله دي ايه؟ التركيز ولا النظر الثاقب ولا الدقه في التصويب ولا ايه بالظبط؟ بص، الثلاث حاجات اللي انت قلتهم دول هم ثلاث عناصر اساسيه في لعبه الدارتس. فكره التركيز، النظر مهم جدا طبعا كمان، وفكرة بقى اللي هي التركيز الذهني، هي دي، لان هي عبارة عن عمليات حسابية. لانه في ناس كتير برضو متصورة انه احنا بس بنشن على النقطة السوداء او النقطة الحمراء اللي هي اللي في النص، لا، ده هي اللعبة ليها حسابات ذهنية، فهي بتعتمد طبعا بشكل اساسي على عنصر التركيز. النظر مهم جدا، ولو ان هقول لك حاجة كمان، انه اللعبة دي من الالعاب اللي تقريبا القليلة جدا او الوحيدة اللي ممكن يلعبها الشخص العادي مع الشخص اللي هو ذوي القدرات الخاصة. أيوة. لكن أهم حاجة أن يكون النظر سليم. لكن يقدر يلعبها حد قاعد على كرسي مع حد يعني بيتحرك عادي. واحنا الحقيقه عندنا في الاتحاد كمان لجنه للبارا دارتس، والحمد لله يعني وشاركوا معانا في اكتر من بطوله يعني خلال الفتره اللي فاتت. بعيدا عن الشكل الترفيهي، او يعني في ناس بتمارس الرياضه دي على سبيل الهوايه، لا، احترافيا بقى احنا عاملين ايه ووضعنا ايه في ظل وجود اتحاد مصري للدارتس؟ طيب خليني اقول لك انه احنا الاتحاد الحقيقه هو نشا من 2017. طبعا للاسف الشديد توقف شويه بسبب كورونا وجائحه كورونا واللي حصل في العالم كله. ورغم كده احنا الحقيقه كنا في الدنمارك حققنا، اخذنا البرونزيه. رغم انه احنا بنلعب مع اتحادات بقالها 40 سنه و60 سنه و80 سنه كمان على مستوى العالم. فالحقيقه ده شرف كبير جدا، ودي من الحاجات اللي احنا بنفتخر بيها قوي. كان عندنا هنا اكتر من بطوله، لانه احنا كمان يعني الحقيقه دكتور يحيى عبد القادر، واحنا يعني بنحييه جدا وبنقول له صباح الفل يا دكتور يحيى رئيس الاتحاد. هو مش بس رئيس الاتحاد المصري، ولكن هو كمان رئيس الاتحاد المصري والعربي والافريقي، وهو اللي مؤسس الحقيقه الاتحادات دي. وانا سمعت انه مؤخرا كمان تم اشهار الاتحاد الافريقي، مش كده؟ بالظبط، لسه الكلام ده يمكن الشهر اللي فات تحديدا يعني. أوكي. بالظبط، ومقره هنا في مصر كمان. يعني طب انعكاسات بقى الحكايه دي علينا احنا في مصر؟ والله يعني شيء مهم جدا جدا، ويكفيني اقول لك انه احنا عندنا ان شاء الله البطوله الافريقيه الاولى هتبقى في تونس في شهر ابريل اللي جاي ده باذن الله. ومصر طبعا بما ان هي ترأس الاتحاد الافريقي، فهي يعني اخذه جزء كبير جدا في التنظيم واداره يعني هذه البطوله. عندنا كمان البطوله العربيه ان شاء الله هتكون في البحرين في شهر واحد اللي جاي ده. كنا لسه مخلصين فعاليات البطوله الرابعه للجمهوريه، كانت في بورسعيد.
كان عندنا السنة اللي فاتت في شهر 3 كان البطولة برضو يعني المصرية، ودي كان مشارك فيها حوالي 22 دولة تقريبا، دول عربية ودول أفريقية. كويس. فالحمد لله، رغم أنه الاتحاد لسه اتحاد ناشئ وبقاله سنوات يعني بسيطة مش كتيرة، إلا أن الحمد لله المجهود يعني المبذول الحقيقة وصل لنتائج احنا بنفتخر بيها جدا، سواء على المستوى المحلي أو على المستوى العربي أو حتى على المستوى الأفريقي. وبنطمح بقى خلال الفترة اللي جاية أن احنا نتوسع بشكل أكتر كمان، لأنه الرياضة تستحق جدا الانتشار، لأن زي ما كنت لسه بكلمك، رياضة بتعتمد على مهارات ذهنية، بتنمي وبتطور المهارات الذهنية، مش مرتبطة بفئة عمرية معينة، ليها شعبية كبيرة جدا جدا. ممكن ممارستها في المدارس والجامعات أيضا، هي كمان رياضة شاطئية ولها علاقة بالسياحة وتنمية السياحة. طب كونها ان هي رياضة شعبية للدرجة دي، هيبقى هل ده كان يعني ليه انعكاس إيجابي في ان انتوا توجدوا، وهي بالمناسبه كمان بتمارس بشكل فردي ولا لينا فيها منتخب كمان؟ لا، عندنا في المنتخب عندها. طبعا بتاعنا طب وبتمارس كونها بشكل بقى رياضه شعبيه للدرجه دي، ده مفيد ليكم ازاي؟ اولا هو مفيد لينا جدا، فكره ان احنا نقدر ننشر الرياضه دي على مستوى كبير، يعني من ناحيه زي ما كنت لسه بقول لك يا كريم، ان احنا ممكن نوصل للمدارس، نوصل للجامعات. يمكن كمان احنا كان اخر بطوله عندنا الحقيقه كانت في بورسعيد، في بورتو بورسعيد، وكنا يعني في مكان يعني يعتبر ساحلي، او هو مكان ساحلي بالفعل، ليها علاقة بالسياحة، بتنمية السياحة. فقصدي ان احنا نقدر نمارسها اولا طول السنة، وتقدر ان انت وفي اي مكان ممكن في مصر، سواء مكان ساحلي، في مكان، في نادي، في مدرسة، في يعني في كافة الاماكن، مش مرتبطة بفئة عمرية، فانت تقدر توصل وملهاش متطلبات كتير عشان تعملي فيها منافسة ما او بطولة ما. اطلاقا اطلاقا، بل بالعكس كمان، ده في نقطة كمان حلوة جدا ومهمة جدا، يعني يمكن تهم الامهات اللي بيتفرجوا علينا، ان هي كمان بتنمي المهارات الذهنية في مثلا مادة زي مادة الرياضيات، يعني بالنسبة للاولاد عشان هي في فيها المدارس جزء حسابات. بالظبط، فيها جزء خاص بالحسابات. فالحقيقة هي لعبة يعني انا بشوفها يمكن من الالعاب الاكثر شعبية، وممكن كمان الاكثر يعني انتشارا. وخلال الفترة اللي جاية دي احنا بنعمل ده، بنحاول ان احنا ننشرها كمان في كافة المحافظات. بتدخل منافساتها في منافسات مثلا دوري المدارس، دوري المناطق التعليمية؟ لسه بقى ده اللي احنا بنتطلع له خلال الفترة اللي جاية، لانه طبعا الاتحاد زي ما قلنا هو لسه من 2017 توقفنا سنتين او 3 سنين غصبا عننا بسبب جائحة كورونا، يعني احنا نعتبر شغالين على الارض يمكن من 3 سنين تقريبا او 4 سنين فعليا يعني. فده اللي احنا عاوزين نعمله بقى بالفعل، لما بقى في اتحاد رسمي للعبة، فعاوزين انه يكون في بقى زي ما انت ما بتقول يعني منتخبات موجودة في كل المحافظات على مستوى الجمهورية. ويمكن الحمد الحمد لله احنا يعني رحنا صعيد مصر، رحنا زي ما كنت لسه بكلمك منطقة القناة، بورسعيد، الإسماعيلية، قريب عندنا حاجة إن شاء الله في اسكندرية. بس للأمانة في مصر وبالذات بالنسبة للرياضة دي، يا مكتر الحريفة اللي موجودين في كل مكان، بس مش بالضروره نكون عارفين ان هم موجودين. دي حقيقه، دي حقيقه كريم، واكتشفنا ده بقى واحنا بنلف المحافظات الحقيقه. يعني اقول لك حاجه مثلا، يعني في بورسعيد احنا عندنا يعني لاعبين الاول والثاني والثالث على مستوى الجمهوريه. في صعيد مصر في سوهاج ونجا حمادي، وبنات على فكره، بنات وستات، يعني عندنا رقيه، بحيي رقيه طبعا، بقول لها صباح الفل عليكي، رقيه من ذوي الهمم. ورقيه الحقيقه شاركت معانا في البطوله طول السنة اللي فاتت في مدينة الأقصر، هي من صعيد مصر، من نجا حمادي. فعايزة أقول لك إنه اللعبة الحقيقة هي سهلة الانتشار ولعبة شعبية، وزي ما أنت ما بتقول إنه ما عندهاش متطلبات كتير، فبالتالي بتستهوي ناس كتير الحقيقة. هي طيب، على ذكر العنصر النسائي، مش بقى في الرياضة دي بالتحديد، أنا عايز أتكلم معاكي بشكل عام، وأنا عارف إن أنت مهتمة جدا بالملف ده، إلى أي درجة لاحظتي إن في تغيير في الثقافة المجتمعية المتعلقة بممارسة المرأة للرياضة؟ انت عارفة طبعا ان كان في اوقات سابقة في كتير من الاهالي ما بيحبوش ان بناتهم يستمروا، حتى لو كانوا ابتدوا بالفعل بس ما بيستمروش في ممارسة الرياضة، وخصوصا في رياضات معينة بتستدعي نوعية ملابس معينة الى اخره، سباحة، تنس، انت طبعا فاهمة اقصد ايه. هل الثقافة دي اتغيرت بشكل ملموس بشكل ملحوظ؟ بص، بنسبة كبيرة جدا يعني، لأنه في عوامل كتير ساعدت برضو أن هي تتغير. يمكن فكرة اهتمام الدولة بالرياضة، يمكن الفترة اللي فاتت دي الحقيقة يعني
تحديدا دولة يعني ادت اهتمام كبير للرياضة، واهتمام كبير كمان للملف اللي خاص بالمرأة في مجال الرياضة. عشان كده يمكن احنا شفنا خلال الفترة اللي فاتت المرأة يعني دخلت الحقيقة او حققت كمان ميداليات في عدد من الرياضات اللي هي كانت عايز اقول حكر على الرجال، او حتى الرياضات اللي هي العنيفة اللي ما ينفعش ان هي تدخل فيها زي المصارعة الرومانية وغيرها من الرياضات ورفع الاثقال وغيرها. ولو ان انا ما بشجعش النوع ده من الرياضة ان المرأة تدخل فيها، يعني لوجهة نظر معينة ممكن نبقى نتكلم فيها، الا ان برضو احنا شفنا المرأة اخترقت المجال ده. فقصدي اقول لك انه ايه، الثقافة اتغيرت. اه بالفعل اتغيرت بفضل يعني تدخل الدولة شوية. القوى الناعمة بقى، سواء بنتكلم في برامج مباشرة زي اللي احنا بنتكلم فيه ده حاليا، او مقالات مكتوبه، برامج مرئيه، او حتى الفكره في المسلسلات والدراما بدات تتناول الجزء بقى اللي انت بتتكلم فيه، انه في ملابس معينه لا دي تنفع ما تنفعش تدخل، او في الجزئيه اللي هي خاصه، مش عايزه اقول حتى بحرام وحلال بقى وادخل في الجزئيه الدينيه، ولكن حتى خاصه بالعادات والتقاليد والاعراف. بدليل ان احنا بنشوف حتى يعني دلوقتي عائلات اللي هو احنا كنا بنقول مثلا انه في المدن، لا احنا بنتكلم كمان في النجوع وبنتكلم في القرى، انه هي بدات تشوف او تسيب بناتها تكمل لما بتلاقيهم ان هم بداوا يتفوقوا يعني في نوع من انواع الرياضه وبيحققوا ميداليات، يعني سواء على المستوى العالمي او حتى على المستوى المحلي. زي مين على ذكر بقى الفتيات اللي بيحققوا انجازات وميداليات؟ زي مثلا مريم حمدي، وهي منورانا على التليفون. وهي مريم طبعا صاحبه اول برونزيه عربيه وافريقيه في منافسات كاس العالم للدارتس. يا مريم صباح الفل عليك. الو الو، صباح الفل. صباح النور، اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. مبروك الانجاز الكبير اللي انت حققتيه يا مريم، كلنا فرحانين بيه جدا. شكرا جدا. قولي لي بقى انت عندك كام سنه يا مريم، وكلمينا شويه عنك، انت بتدرسي بتعملي ايه بالظبط غير الجزء الشق الرياضي وهنتكلم معاكي فيه؟ عندي 16 سنه وانا في ثانيه ثانوي، وبلعب اللعبه دي بقالي حوالي 3 سنين. كنت بتلعبي حاجة تانية قبل الدارتس يا مريم، ولا بداية ممارستك للرياضة جت من خلال الدارتس تحديدا؟ لا، كانت أول بداية ليا في الدارتس. طب واشمعنى رحتي للرياضة دي؟ أنا كان أخويا كان بيلعبها فحبيت يعني الموضوع، فحبيت إني أشارك. أوكي، وهل بتستعدي لمنافسات قريبة؟ في بطولة قريبة إن شاء الله هتشاركي فيها؟ إن شاء الله. هتشاركي في إيه بقى؟ إيه أقرب بطولة هتنافسي فيها الفترة الجاية؟ ان شاء الله هشارك في تونس. اوكي، شهر 4 تقريبا. بس طيب، وكون ان انت بطله في الرياضه دي، هل ده اثر باي شكل على الدراسه وعلى الالتزام في الدراسه والمذاكره الى اخره؟ لا خالص، لان بنحاول ان احنا ننظم وقتنا بين اللعب والدراسه عشان ما الرياضه ما تاثرش عليها. جميل، ما شاء الله، عندنا هو يعني كمان بطولات واعدات. أيوة، والانجاز اللي اتحقق ده لوحده بشوي. مريم كانت لسه معانا. مريم صباح الفل. صباح النور، وحشتيني. مريم كانت لسه معانا في بورسعيد، وحققت كمان يعني اخذت الميداليه الذهبيه او يعني الاولى في المركز اول بالظبط. ومريم الحقيقه يعني بجد كريم، يعني عنصر مشرف جدا جدا، زي ما كنت لسه سامع بنت صغيره عندها 16 سنه في ثانوي لسه بتدرس، وشاطره على فكره ومتفوقه كمان في المدرسه. فهي الحقيقه يعني نموذج مشرف، والحقيقه عملت بطوله تاريخيه ان هي جابت لنا البرونزيه على مستوى العالم، يعني واول برونزيه. حاجه عظيمه جدا، مبروك مره ثانيه يا مريم. شفتي بقى يعني الناس كلها فعلا سعيده وفرحانه بالانجاز اللي انت حققتيه، ومستنيين منك انجازات اكبر واكتر من كده بكتير الفتره الجايه ان شاء الله. نورتينا وشرفتينا، شكرا لك يا مريم. في نماذج حلوه عندنا في رياضات مختلفه الحقيقه للعنصر النسائي. بص الحقيقه العنصر النسائي، وبدون يعني اي تحيز، الا انه والله كريم فعلا خلال الفتره اللي فاتت يعني النساء اقتحمنا يعني العديد من المجالات. مش مصدقك انا في جمله إيه؟ بدون اي تحيز، لان انا عارف ان انت متحيزه للمراه جدا. شويه انت بتضحكي على مين يا بس هي الحقيقه المراه المصريه عامله عظمه في الفتره الاخيره. يعني يكفينا حتى في رياضات كان الواحد صعب يتخيل ان يشوف فيها بطله مصريه، مش بطل صح؟
رياضات صعبه وقتاليه ورفع اثقال ومصارعه. لسه كنت بقول لك ومصارعه رومانيه وحاجات طبعا. اللي هي كده يعني صعبه جدا، لكن شفنا يعني ابسط. طب هقول لك حاجه، ازاي ما تحيس بقى ومثلا انت سامع انه يعني مارين 16 سنه بنوته صغيره هي اللي جابت لنا البرونزيه على مستوى العالم، فيعني صعب ان الواحد برده ما يكونش متحيز يعني شويه للمراه، لانه لا بجد المراه فعلا خلال الفتره اللي فاتت في المجال يعني اقتحمت العديد من الـ 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 الرياضات اللي هي اصلا يعني حتى ما كانتش الاول بتلعبها، او زي ما بتقول كده انت قلت برده نقطه مهمه جدا، انه كان احيانا كتير الاهالي او العائلات كمان يعني لو هحط ما بين قوسين اللي بيتقال ان هي محافظه بتخليهم يلعبوا شويه رياضات زي السباحه وغيرها او الباليه او الرياضات اللي هي بتتطلب يمكن ملابس معينه بتشوف ان هي ما ينفعش تكمل بيها بعد ما تكبر وبعد كده بتتوقف. لا احنا شفنا انه بدا يبقى في نوع من انواع الوعي الحقيقه فاضل، يعني زي ما كنت لسه بقول سواء دور الدوله سواء دور بعض المؤسسات الاعلاميه او حتى المؤسسه الدينيه وخطابها المتوازن في انه الكلام ده ملوش علاقه بقى بالحاجات الافكار يعني الغريبه اللي كانت بتتقال وبتحرم البنت تمارس رياضه، لانه الرياضه الحقيقه ليها فوائد كتيره جدا جدا، مش بس فكره انه احنا بنجيب ميداليات وبناخد مراكز، ولكن ليها على المستوى الصحي والبدني والنفسي والمزاجي وعلى مستويات كتيره جدا، يعني ليها فوائد كتيره جدا. فالمفروض ان احنا نشجع المراه، وليه المراه بقى تحديدا؟ يعني عشان هرجع تاني للنقطه بتقول لي يا بنتي متحيزه، المراه هي بتشكل نصف المجتمع ولكن هي المسؤوله عن تخريج النصف الاخر، وهي اللي بتورد النص التاني. ما انا لسه بقول لك اذا المراه هي المجتمع، هي المجتمع كله طبعا. وبجد انت كل ما استثمرت في تربيه وتعليم المراه بشكل جيد انت كل ما ضمنت انها تخرج اجيال جيده، ما هي اللي بتربي لنا في الاخر يا كريم طبعا. الدكتور الضابط المذيع حتى عامل النظافه اللي هيطلع بعد كده رئيس. وعلى فكره ساعات بيحصل مع بطلات وهم يعني هي زوجه وام ومع ذلك متفوقه رياضيا بل وبطله رياضيا في رياضه ما، النموذج ده برضو شفناه قبل كده في كذا مره. طبعا، وبيبقى بص في الاسره كمان نموذج ملهم انه البنت او الولد بيشوف انه مامته متفوقه في مجال من مجالات الرياضه، ما هي الحاجات دي برضو عارف جينات وحاجات معديه أكيد. يعني أكيد. وزي ما احنا بنقول دايما انه يعني احنا فتنا للاسف الشديد واحنا داخلين على سنه جديده يعني، فهتلاقي فيه الياس ونشر الباس والكلام ده، احنا محتاجين ان احنا ننشر كمان يعني حاجات ايجابيه زي الرياضه. الرياضه الحقيقه بتدي يعني طاقه ايجابيه وفايبس حلوه جدا، محتاجين ان احنا ننشر الحب، محتاجين ان احنا ننشر السلام. وفي حاجه الحقيقه بتعجبني جدا مقوله، وهي يعني نفسك ان لم تشغلها بالحق شغلتك هي بالباطل. فكل ما احنا بنشغل الولاد وخاصه بقى في السن اللي هو زي سن مريم ده بنوع من انواع الرياضه، بنشغلهم بالعلم، بنشغلهم باشياء يعني الحقيقه ايجابيه، كل ما احنا هنشوف حاجات كويسة وهيبعدوا بقى عن الحاجات اللي احنا بنحاول يعني نبعده معنا في سن المراهقة زي أمور كتير يعني مش عايزة أذكرها على الصبح كده. طيب أصغر سن للاعب أو للاعبة بيلعبوا دارتس أو بيمارسوا هذه الرياضة تحت مظلة الاتحاد، وأكبر سن كام وكام؟ يعني تحت مظلة الاتحاد يعني أنا عايزة أقول لك إحنا عندنا 6 سنين و7 سنين ما شاء الله يا رب. وبيشاركوا في بطولات وكده ولا لسه في مرحلة الإعداد؟ لا يعني هم بس يعني لسه اللي هو عارف كده بييجوا بيتفرجوا بيشوفوا، لأن أنت عارف طبعا إنه يعني في قواعد أو في رولز اللي هو في ناشئين في الشباب في نفس التقسيمة دي عندكم؟ نفس التقسيمة بتاعت السن يعني، لكن قصدي إنه الدارتس أنت ممكن يمارسها وهو عنده 3 سنين يعني، لكن عشان بشكل رسمي ويبدأ بقى إن هو يعني يدخل بطولات سواء محلية أو عربية أو حتى دولية لا لازم يبقى يعني في سن معين. لكن هي أكبر لاعب أو لاعبة بيمارسوا الرياضة دي؟ والله عايز أقول لك في ناس 60 و65 يعني، وفي أكتر كمان، لأنه هي مش مرتبطة بأي سن ده، بل بالعكس يعني لما تيجي حتى تقرأ عن الناس اللي حققت بطولات على مستوى العالم تبص تلاقي أنه في ناس دخلت اللعبة وهي عندها يعني في حد دخل عنده 68 سنة وحقق بطولات عالمية. هي لعبة يعني الحقيقة حتى ما بتحتاجش مجهود بدني قوي وإدمان شوية يعني، عارف لما بتدخل فيها كده بس لو إدمان حميد يعني من نوع الحل. بداية الرياضة دي فين؟ مرجعيتها إيه؟ بريطانيا. هي لعبة إنجليزية يعني اصلا يعني اعتقد كانت يمكن 1819 او 1918 يعني، هي بقى لها سنين طويله جدا جدا. وكذلك الرياضه دي موجوده عندنا وبتمارس بشكل ترفيهي بقى لها سنين طويله، ومع هذا تم اشهار الاتحاد في 2017. ايه اللي اخر الخطوه دي؟
يمكن الحقيقة عوامل كتيرة جدا. هي أول حاجة عارف يا كريم اللي هي فكرة إن أنت تلاقي حد هو متحمس للفكرة، لأنه برضو خلي بالك الموضوع الحقيقة أول طلعة زي ما بيقولوا بتبقى صعبة جدا، أكيد. هي أصعب حاجة يعني. فإن أنت تفكر إن أنت تنشئ اتحاد من البداية من أول وجديد، ولو إن الحقيقة يعني إحنا بعد ما مرينا طبعا بعقبات كتيرة جدا، إحنا حاليا يعني الحمد لله في دعم كبير، دعم من الدولة، دعم من وزارة الشباب والرياضة تحديدا. يعني خليني أقول لك إنه كانت من الحاجات المشجعة جدا كمان أول ما مريم فازت الحقيقة في الدنمارك، يعني كلمها بصفة شخصية سيادة الوزير الحقيقة أشرف صبحي وبارك لها، ودي كانت حاجة من الحاجات عارف اللي حمستها أكتر طبعاً إن هي تستمر. أكيد. أنت متخيل في السن ده وإنه الوزير بيبارك لها، فلا في دعم الحقيقه يعني بيتقدم كويس. لكن هي الطلعه الاولى دي هي اللي كانت صعبه، صعبه بقى الاسباب، سواء هتقول اسباب يعني بيروقراطيه، اسباب الفتره كمان اللي احنا يعني بدانا ننشئ فيها الاتحاد. فكره كمان انه اللعبه منتشره جدا زي ما كنا لسه بنتكلم في البدايه، وليها شعبيه لكن الناس مش عارفه اسمها. يعني خليني اقول لك حتى وانا جايه يعني في العربيه فبيسالني اللي بيوصلني بيقول لي حضرتك الدارتس دي اللي هي، فطلع عارفها بحكي له، بقول له هو البورد المدور اللي سأل لي، ايوه ايوه طبعا عارفها. ونفس الاجابه دي بسمعها من ناس كتير، هم في الاول بس ايه الدارتس ده عباره عن ايه، لكن بعد كده بعد ما بتتكلم مع يعني اي حد فبتكتشف انه يا اما هو عنده واحده في البيت، يا اما هو كان بيلعبها في المدرسه، يا اما بيمارسها في النادي. فيعني هي ليها شعبيه كبيره، ولكن احنا بقى بنحاول انه لما اتعمل الاتحاد بشكل رسمي ان احنا ننشرها اكتر، ان الناس تعرفها وتعرف انه هو ده اسمها. يعني زي ما بقول لك عارفه ان هي لعبه من ضمن العاب الرمايه، لكن مش عارفين ان هي. طيب على ذكر دعم الدوله ودعم وزاره الشباب والرياضه، انتوا في الاتحاد، وانا هنا بكلمك بقى كعضو في هذا الاتحاد، موارد الاتحاد جايه من فين؟ هل من مخصصات وزاره الشباب والرياضه، ولا بيبقى في مثلا خطه محطوطه لتنميه الموارد الخاصه بالاتحاد؟ والله احنا حاليا يمكن يعني دي يعني عايزه اقول لك من ضمن العقبات اللي احنا بنحاول ان احنا نتخطاها، وهي فكره الدعم المالي. طبعا في جزء اكيد الكبير والاهم مقدم من وزاره الشباب والرياضه. وهل هو كافي بالمناسبه؟ يعني الحقيقة خليني أتكلم معاك بوضوح يعني وبشفافية، أكيد مش كافي بالصورة اللي احنا محتاجينها. أنا تخيلت أنه في حالة الاتحاد بتاعكم أنتوا بالذات قد تكونوا أكثر رضا من اتحادات تانية. ليه؟ لأن المفروض أن متطلبات الرياضة دي مش مكلفة أو مش زي رياضات تانية ليها معدات وليها أجهزة وليها يعني فاهم قصدي. فاتفاجئت بكلام بص بنسبة كبيرة جدا جدا، أصل احنا بنتكلم في يعني نتكلم في لحظة في ظرف اقتصادي صعب مش بس محلي ولكن على المستوى العالمي. بتتكلم في كثافة سكانية كبيرة جدا، بتتكلم في عدد كبير جدا من الاتحادات. فاللي بتشرف عليها طبعا يعني او التابعه لوزاره الشباب والرياضه، بتتكلم على بادجت. احنا عارفين طبعا انه كل الوزارات يعني مش بس وزاره الشباب والرياضه بتعاني من الجزء المالي. فبالتالي احنا يعني بنقول انه في دعم، ودعم الحقيقه كبير جدا ودعم مقدر، ولكن هو كافي ولا غير كافي؟ لا الحقيقه هو غير كافي، غير كافي على مستوى التوسع، غير كافي على اكتر من مستوى. فيمكن دي من ضمن العقبات، واحنا بنسعى خلال الفتره اللي جايه دي بقى ان احنا يبقى فيه سبونسرز داخلين معانا، نظرا طبعا او بناء على البطولات اللي احنا حققناها سواء على المستوى المحلي او على المستوى حتى العالمي زي ما كنا لسه بنتكلم. وهي اللعبه الحقيقه يعني تستحق، واصبحت حاليا هي جاذبه حتى للممولين او للناس ان هي تدخل فيها، لانه برضو احنا عندنا حاجه كريم في الثقافه اللي خاصه يمكن بالرياضات شويه، وهي كرة القدم. عارف الرياضات اللي هي الأكثر طبعا شعبية طبعا. فهتبص تلاقي أنه الدعم أكتر المادي أو حد بيفكر أن هو يوجه دعمه للرياضات اللي هي المعروفة أكتر. لكن الرياضات يمكن اللي هي زي ما كنا لسه بنتكلم عن رياضة زي الدارتس أو اللي هي يعني اتحادات ناشئة أو بعض الرياضات اللي هي لسه مش منتشرة على بشكل كبير، ولو أن احنا عندنا ميزة زي ما كنت بتقول أنه هي مش محتاجة متطلبات كتيرة. يعني مش محتاجة مثلا زي رياضة مثلا زي كرة القدم محتاجة ملاعب، محتاجة تجهيزات بشكل معين. لا انت الموضوع بسيط وبيتعمل في قاعات بأدوات يعني مقارنة برياضات تانية، لا هي مش مكلفة بالشكل الكبير يعني. لكن احنا بنطمح طبعا يعني وبنحاول نسعى ان احنا يعني نجذب يعني ممولين علشان نقدر ان احنا نتوسع بشكل اكتر محلي كمان وعالمي. ان شاء الله ربنا يكرمكم ويوفقكم وتقدروا تحققوا كل اللي انتم مخططين له. نورتيني يا هبة النهارده، شكرا جزيلا لوجودك.
معانا، وكل التمنيات الحلوه ليكوا ان شاء الله. ميرسي، سعيده جدا بجد ان كنت معاك النهارده، وحابه بس قبل يعني ما نختم لو تسمحي ان لازم يعني في قناه الاهلي فلازم نبارك للاهلي طبعا يعني على فوزه بجد، ونتمنى له بقى يعني ان شاء الله كده يوم الخميس برضو يعني يشرفنا كالعادي، ونبارك له ان شاء الله من بقك لباب السماء. يا رب ان شاء الله. نورتيني يا هبه، شكرا جزيلا ليك. ميرسي. طيب خلونا